لا تزال التغييرات مستمرة في خريطة حراسة المرمى في مصر من خلال ظهور حراس جدد وابتعاد آخرين عن المشهد مؤخرا، سواء لعدم مشاركتهم أو رحيلهم لأندية أخرى. الحدث الأبرز على الساحة مؤخرا هو إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب خلال مواجهات المقاولون بالدوري وغيابه عن الملاعب لفترة قصيرة لتجبر جهاز الأهلي على تجهيز البديلين علي لطفي ومصطفى شوبير. الفترة الماضية شهدت تغييرات في خريطة حراس المرمى بعد انتقال شريف إكرامي لبيراميدز وابتعاده عن المنتخب، ونفس الحال بالنسبة لمحمد عواد وتواجده على دكة البدلاء في الزمالك، وتزايد فرص رحيله في الميركاتو المقبل ليظهر حراس آخرين قدموا مستويات مميزة وقدموا أوراق اعتمادهم مؤخرا، على رأسهم محمد أبو جبل ومحمود جنش حارسي الزمالك، بجانب المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمود جاد حارس ام بي ومحمد بسام حارس طلائع الجيش ومحمد اشرف حارس مرمى طنطا والهاني سليمان حارس سموحه، لتكون الفرصه مواتيه امام جهاز الفراعنه لاختيار ثلاثه حراس جاهزين للتواجد خلال المعسكر المقبل المزمع اقامته في نوفمبر المقبل. ليبقى السؤال، هل تكون إصابة الشناوي الأخيرة بمثابة الفرصة المناسبة لأيمن طاهر مدرب حراس الفراعنة لإعادة حساباته وتجهيز أكثر من بديل مميز بعد التغييرات التي شهدتها خريطة حراسة المرمى في الكرة المصرية؟